الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ 1000 حسنة في كل يوم تكون في ميزان حسناته، والله يضاعف لمن يشاء. فسأل سائل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ كيف نصل إلى 1000 حسنة في كل يوم؟ فدلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر سهل في عمله عظيم في ثوابه، فقال صلى الله عليه وسلم: يسبح أحدكم 100 تسبيحة. أليست الحسنة في ديننا بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء؟ يسبح أحدكم 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، في ميزان الحسنات عند الله، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، ولا إله إلا الله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والأرض. وفي الحديث أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة بعبد من عباده لا يبصره بحسناته وسيئاته، فتخرج له سجلات سيئاته، كل سجل منها مد البصر، فيقول له رب العزة: لا ظلم اليوم، فإن له عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة بيضاء فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة وسائر السجلات في كفة، فتسقل البطاقة ولا يسقل مع اسم الله عز وجل شيء. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، من قالها موقنا بها، صادقا عاملا بها، مخلصا بها قلبه، تملأ الميزان، أي تملأ ميزان الحسنات يوم القيامة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى أصحابه فقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم عند ربكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. وسأله أحد الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كسرت علي، فانبئني منها بأمر أتشبث به أتمسك به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك، يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جماعة من أصحابه في مجلس من مجالس ذكر الله عز وجل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ ما الذي أجلسكم هذا المجلس؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا به إلى الإسلام ومن به علينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله، بأسلوب القسم، أي بالله، أقسم عليكم بالله، الله ما أجلسكم إلا ذاك، أي ما جلستم إلا لهذا، تذكرون الله عز وجل، تذكرون الله و
تحمدونها وعلى ما هداكم به إلى الإسلام ومن النبي عليكم؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني ما سألتكم تهمة لكم، أي ما سألتكم عدم تصديق، أما إني ما سألتكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وباهى بهم ملائكته. يا ملائكتي يا ملائكتي، وباهى بهم ملائكته، يا ملائكتي على ما اجتمع عبادي، اجتمعوا على ذكرك وشكرك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يسألونك الجنة. يقول رب العزة: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. يقول رب العزة: فما بالهم لو رأوها؟ وماذا يسألونني؟ يستعيذون بك من النار. وهل رأوها؟ لم يروها، فما بالهم لو رأوها؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا، أي ليس منهم، ولم يكن قاصدا مجلس الذكر، وإنما جلس هكذا أو جاء فاستحيا، ليس من بينهم. فيقول رب العزة: يا ملائكتي اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، هؤلاء الصالحون لا يشقى جليسهم، هؤلاء هم حامل المسك. وإن لم يكن أهل ذكر الله حامل المسك، فمن هو حامل المسك؟ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فخير الناس من إذا ذكرت أعانك، وإذا نسيت ذكرك، ومن تذكرك بالله رؤيته. نسأل الله أن نكون معهم وأن نحصر في زمرتهم، وأن يجعلنا مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.